امبارح في مهرجان محكى القلعه كان في فعاليات كبيره جدا، وكان في اقبال كبير جدا من الجمهور. منها كان حفل الفنان مدحت ممدوح عازف الريكورد الشهير، اللي قدم مجموعه كبيره من مؤلفاته المبتكره اللي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. باقة متنوعة من الأمسيات والحفلات الغنائية حتى نهاية الشهر الجاري الموافق الأربعاء 31 من شهر أغسطس، تقام الحفلات على مسرح صلاح الدين بمهرجان محكى القلعة، وأمسية اليوم بدأت على أنغام ريكورد مدحت ممدوح. جاي احضر الحفله لان بحب الاجواء بتاعه القلعه العموم، يعني مصر القديمه وكده، والتيكت سعرها مناسب يعني كل الافراد تقدر تحضر عادي ولا الاجواء هنا مختلفه عن اي حفله تانية في مصر. يعني انا بحب احضر المهرجان هنا كل سنه. انا مواظب على حفلات القلعه، بحضر الحفلات كل سنه وبحضر اكتر من حفله. ده شيء جميل جدا من وزاره الثقافه ووزاره السياحه، خاصه ان سعر التذكره مناسب جدا. بقدر اجي ومعايا قرايبي، معايا اصحابي، بنبقى شله كبيره وباستمرار بنبقى موجودين. بحب القديم، يعني بسيط بس بحب اسمع القديم، الجديد لا. هو كلهم بيقولوا في فنانين، انا النهارده صراحه مش عارفه في مين، فانا جاي اشوف مين وهتفرج، اللي موجود هتفرج عليه. ولا تخلو الحفلات المصرية من الطرب الأصيل والنغم الشرقي الحاضن لكل اللهجات العربية وموسيقاها. وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية يقام المهرجان، وتقام الأمسيات الطربية من داخل قلعة صلاح الدين. أما عن أسعار التذاكر ففي متناول المواطن البسيط لينعم ويتغنى بموسيقانا الشرقية الساحرة. مهرجان لسه مستمر، يمكن النهارده في حفله لفريق بلاك تيما وايضا تانيا صالح وفرقتها، بكره كمان هيكون في حفل لنوران طالب وفرقتها ومحمد محسن، الفنان محمد محسن وفرقته. الحقيقه المهرجان فرصه كبيره للاستمتاع بالموسيقى وبالروح الحلوه اللي بتزرعها فينا الموسيقى، وخصوصا لما المكان كمان يكون بالعظمه دي زي القلعه. تذكره ب 20 جنيه تقدروا تقطعوها من باب القلعه وانتوا داخلين. الحفله تقريبا بتبتدي على الساعه 8 والدخول بيكون في حدود الساعه 5. استمتعوا ببقيه الحفلات، وطبعا حفل الختام هيكون يوم الاربعاء 31 مع الموسيقار الكبير عمر خيرت.